مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبقنا. بنكون معاكم من يوم الحد ليوم الخميس من الساعة 12 للساعة 1 على الهواء مباشرة. بنستنى تليفوناتكم واستفساراتكم على أرقام التليفون اللي بتظهر قدامكم على الشاشة عشان تشاركونا في الحلقة وتقولولنا على أي حاجة عايزيني أجاوب عليها. طبعا الإعادة بتاعتنا عشان ناس كتير بتبقى لسه مش عارفة مواعيد الإعادة، من يوم الاثنين يوم الجمعة من 6 صباحا ل7 صباحا. تقدروا لو حد مش بيلحقنا في الوقت ده يلحقنا إن شاء الله في الوقت ده. النهاردة زي ما قلت لكم حضروا الدقيق وحضروا السمنة، هنعمل مع بعض، هنبدأ نعمل مع بعض الكحك. آخر 10 أيام في رمضان دول بتوع الكحك والبتيفور والبسكوتات والحاجات الجميلة اللي احنا متعودين نعملها كل عيد. ناس كتير بقالنا وقت، يعني بقالنا شويه كده اتعودنا ان احنا نشتري من بره، ورجعنا تاني بسبب يعني ان احنا برضو عايزين نوفر شويه، عايزين نعمل حاجه حلوه بنفس الكواليتي اللي بنشتريها من بره في البيت. بدانا شويه نعمل حاجات برضو في البيت. النهارده هعمل لكم الكحك زي ما بتشتروه من بره واحسن بكتير بكتير. بالعكس احنا هنكلفه اكتر، يعني يعني مش قصدي هنكلفه فلوس، لا هنكلفه ماتيريال اكتر، هنشتغل بيه بطريقه حلوه جدا وبسيطه واي حد يقدر يعمله. يعني انت لو اول مره تعملي كحك ادخلي معانا، هاتي اللي انا هقولك عليه ده وابداي اعملي كميه قليله، اشتغلي بكيلو دقيق. كيلو الدقيق هيعمل معاكي 2 كيلو ونص من الكحك. فبشجع اي حد اول مره يعمل كحك يشتغل معانا، هيطلع ما تقلقيش كده اجمدي كده وادخلي المطبخ واعملي لهم كحك العيد ده. تعالوا نشوف المقادير ونشتغل فيه مع بعض. عندي محتاجين كيلو دقيق، وهقول لكم كل حاجه تخصه من اول نوع دقيق نختاره ازاي. كيلو الدقيق، وعندي كمان رشه ملح ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وعندي معلقه ريحه الكحك او بهار الكحك موجود عند اي عطار، ومعلقه كبيره من السمسم، ونص كيلو من السمنه. هقول لكم برده بالكوبايات عامله ازاي. كوبايه ميه، وعندي كمان يعني شويه خميره صغيره اللي هو معلقه صغيره من الخميره، والحشو هعمل كذا نوع حشو. عندي حشو العجميه والعجوه وعين الجمل والفستق. هنعمل العجميه ازاي؟ هنعمل معلقه كبيره من 3 معالق كبار من الدقيق، 3 معالق كبار من السمنه، وكوبايه عسل، وشويه مكسرات. ينفع نعمل من غير مكسرات؟ ينفع، ينفع تشتغلوا 3 معالق كبيره من الدقيق، 3 معالق سمنه، وكوبايه العسل، وتشيلوا المكسرات. وعندي طبعا بقى ملبن وعجوه والكلام ده كله هنشرحه مع بعض واحنا شغالين. هقول المقادير مره كمان. محتاجين كيلو من الدقيق للكحك ورشه ملح، ومحتاجين كمان معلقه من البيكنج باودر، ومعلقه من ريحه الكحك او بهار الكحك، وعندي كمان معلقه كبيره من السمسم، ونص كيلو من السمنه، وعندي كمان كوبايه ميه، وعندي الحشو بتاعي شويه خميره، وعندي الحشو بتاعي عجميه وعجوه وعين جمل وفستق. في مليون بقى حاجه تقدروا تشتغلوا بيها. تمام، العجميه هنعملها ازاي او مقاديرها ايه؟ 3 معالق كبار من الدقيق، 3 معالق كبار من السمنه، عندي كمان كوبايه عسل نحل، وعندي شويه مكسرات. تمام، تعالوا بقى ايه اول حاجه كده. انا كنت بس ايه بدفي الميه اللي عندي، عايزاها دافيه سنه مش سخنه، خلي بالكوا عايزاها دافيه سنه، يعني ممكن احطها 30 ثانيه كمان. تمام، هخليها دافيه مش سخنه. تمام اهو. تعالوا بقى اول حاجه هنعملها عجينه الكحك. خلينا ماشيين واحده واحده مع بعض. هنعمل عجينه العجينه بتاعه الكحك، والمفروض ان انا بعملها على البارد. في مليون حاجه ممكن نقدح السمنه، انا الطريقه دي بصراحه بتخلي نتيجه هايله هايله هايله، يعني انصحكم كلكم تشتغلوا بالطريقه دي. وعندي هنا برضو هحضر الحشوات بتاعتي وهعمل العجمية، هبدأ خطوة خطوة. ممكن نعمل الحشوات الأول وبعدين نعمل العجينة بتاعة الكحك. وإحنا شغالين كده هجيب طاسة، هجيب كده طاسة أعمل العجمية. وقولولي كده، كلموني في التليفون كده قولولي يعني متعودين إيه الطقوس اللي انتوا بتعملوها في العيد، وبتعملوا الكحك من بره ولا في البيت ولا بتشتروه من بره،
ومين اكتر حد شاطر كده عندكم في البيت بيعرف يعمل كحك؟ يعني كلموني كده شويه عن طقوس العيد عندكم. تمام، هحط شويه السمنه اللي احنا قلنا عليهم، 3 معالق من السمنه، وعندي كمان 3 معالق من الدقيق. تمام، وهقلبهم، عارفين كانكم بتعملوا البشاميل، هو نفس القصه كده، 3 معالق من ده و3 معالق من ده، ما يبقوش مليانين قوي، او على حسب برضو الكميه اللي انتوا حابين تعملوها. 3 معالق على 3 معالق من السمنه، وهنحط عليها كوبايه العسل. طب انا عايزه اقول لكم على حاجه، عشان السؤال ده بتساله كتير جدا، ناس بتقول لي ينفع نبدل السمنه بالزبده؟ لا، النهارده ما ينفعش ولا حاجه من اللي انا اعملها ابدل السمنه باي حاجه ثانيه، ولا زبده ولا زيت ولا اي حاجه، النهارده الكحك سمنه بس، يعني احنا شغالين بسمنه بس. السؤال ده بتساله دايما، عندي زبده؟ لا، الزبده بحاجات ثانيه، الفيتي فور هنعمله بالزبده، هنعمل كذا حاجه ثانيه بالزبده، لكن غريبه والكحك مفيش اختيار ثاني غير ان احنا هنشتغل بالسمنه. تمام، اهو بصوا هقلب كده شويه، انا مش عايزه احمرهم، انا يا دوب يعني هيستووا معايا، في ناس بتحب تغمق لونهم شويه، انا بحب بس ايه يتقلبوا كده معايا يستووا شويه، وبعدين هنزل بالعسل. معانا مين؟ معانا وسام من اسكندريه. السلام عليكم يا فندم. ايوه، ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. حضرتك منوره الشاشه. الله يخليك، عيد يا رب مبارك عليك وعلى اهل بيتك يا رب. الله يخليك. كنت مره جربت من حضرتك وصفه زمان، بسكوت بالنشادر، كانت خطيره. هنعمل كل حاجه اليومين بقى الجايين دول. كتر خيرك. الله يخليك، تسلم. تسلم. لو سمحت بس اخر سؤال. طبعا. القشطه. حاضر. غير بتاعت امبارح. طيب البسبوسه تقول لنا عليها كده بس. حاضر بصراحة. حاضر. شكرا شكرا. الله يخليك. احنا امبارح عملنا بسبوسه صح؟ هي نفس طريقه البسبوسه دي، هتقسم الخليط اللي احنا عملناه اتنين، هتقسمه على جزئين، وهتجيب الصينيه بتاعتك وهتعمل القشطه اللي احنا بنعملها بتاعت الحلويات، هتجيب شويه كوبايتين من اللبن، هتجيب عليهم 3 معالق نشا، معلقه دقيق على البارد، كل ده هقلب، معلقتين من السكر، وهقلب كل الكلام ده لحد ما القوام يتقل معايا تقليب مستمر عشان ما يكلكعش معاك. هتسيبه يهدى شويه، وبعدين هتفرش اول طبقه من البسبوسه، هتحط القشطه الكدابه اللي احنا عملناها او قشطه الحلويات اللي احنا عملناها، ممكن تضيف لها قشطه كمان بلدي مع الخليط ده، وبعد كده هتحط الطبقه اللي من فوق بتاعت البسبوسه، هي نفس الطريقه بس هتقسمهم نصين، وهتحشي الحشو اللي انا قلته لحضرتك ده في منتهى البساطة وسهولة. طبعا بسكوت النشادر والغريبة واللانكشاير وكل الكلام ده ان شاء الله هنعمله مع بعض، يعني مش هنسيب حاجة ان شاء الله مش هنعملها اليومين الجايين. انا هنا عملت ايه؟ حطيت 3 معالق من الدقيق، 3 معالق من السمنة، وحطيت بعد ما قلبتهم شوية حطيت كوباية العسل. شايفين العسل بيتقل معايا من الدقيق اللي موجود؟ في المرحلة دي هحط المكسرات، أنا بحب أشتغل في العجمية بمكسرات مجروشة، تقدروا تشتغلوا بيها حتت، تقدروا تشتغلوا بالعين الجمل صحيح شوية، زي ما أنتوا حابين، أنا بحبها بصراحة في العجمية بالذات، يعني في الملبن بشتغل بيه صحيح. بحبها تبقى كده، تبقى مجروشة شوية، تبقى بتقطم كده. تمام؟ طبعًا تزودوا وتقللوا المكسرات زي ما أنتوا حابين، بصوا شايفين تقلت إزاي؟ بالشكل ده كده، شايفين اهو، بصوا بقت تقيله تماما، الدقيق ربط معايا العجميه، بقت ممتازه، بقت قوامها حلو جدا جدا اهي، بصوا شايفين عامله ازاي؟ هي دي المرحله اللي انا عايزه اوصل لها، هسيبها تبرد خالص، هرفعها من على النار وهسيبها تبرد خالص. طب بعد ما تبرد هتبقى عندي بالشكل ده اهي، بصوا عامله زي الملبن كده اهي، دي كده بعد ما بردت، شايفين اهي عامله زي الملبن. هبدا بقى اشكلها وهقول لكم هشكلها ازاي. ده كده العجميه، دي اول حشو، انا عايزه الحلقه دي اشتغل معاكم كده بهدوء وبروقان عشان تاخدوا كل الكلام، عشان يعني عايزين نغطي كل الاسئله بتاعتكم اللي بتيجي على الكحك، فعايزين نشتغل بروقان، مش عايزه ابقى مستعجله معاكم. النهارده ما رضيتش اعمل حاجه مع الكحك عشان تبقوا فاهمينه كويس والشرح يبقى واضح بالنسبه لكم،
ونبقى شغالين واحده واحده، عشان زي ما قلت لكم انا متاكده لو انت اول مره تعملي كحكه او لسه متجوزه، البنات اللي لسه متجوزين جداد او حاجه، هاتي كيلو دقيق وامشي معايا على الخطوات. ومش لازم تعملي كل الحشوات، اعملي حشوه انتوا بتحبوها. في ناس على فكره بتحب الكحك ساده، اعمليه ساده زي ما انت حابه. انا بقول كله وانتوا شوفوا ايه الحاجات اللي هتناسبكم وابداوا اعملوها. خلاص طيب انا عندي كده العجميه خلصت، هجيب حاجه اقلب بس فيها، وهجيب طبق، نجيب طبق كده من تحت دي. تمام، انا عايزه اعمل الحشوات كلها في طبق عشان تبقوا شايفين كل الحشوات. تمام قوي كده. طيب دلوقتي عندي العجميه دي هعمل ايه؟ هجيب جزء كده، ويفضل ان انا احط شويه زيت في ايدي عشان ما يلزقش، شويه زيت كده بسيط خالص. تمام، هدهن ايدي كده بشويه زيت عشان وانا بكور ما تبقاش ماسكه معايا. هاخد كده كوره وابدا ان انا اعمل الحشو بتاع العجميه بتاعي اهو. اعمله بقى بالحجم اللي انا عايزاه، على قد الحجم بتاع الكحكيه. لو احنا هنعمل الكحك محشي، الطبيعي ان الطبقه الخارجيه بتاعت الكحكيه ما تبقاش تخينه، يبقى هو كلها محشيه، يبقى يا دوب الكحكيه مغطيه الحشو. خلاص دي كده العجميه، طريقه العجميه، وان احنا نشكلها اهو بالشكل ده. اهم حاجه عشان ما تلزقش كده، نحط نقطه زيت في ايدينا ونبدا ان احنا نشتغل. اهي هنشكلها على شكل كور بالشكل ده، ونبدا نخلص الكميه بتاعتنا. نعمل الحشوات الاول. يعني انا لما بشتغل في الكحك بقوم عامله العجينه عشان اسيبها ترتاح شويه، بس انا مش عايز اشغل المضرب في الاول عشان ما تنزعجوش، عشان انا هشغل المضرب شويه حلوين. فعشان كده بدات بالحشوات. بس في البيت بعمل العجينه اسيبها ترتاح 10 دقائق وبدخل على الحشوات اجهزها. ما تعملوش الاثنين مع بعض، خلصوا المرحله دي او المرحله دي وبعدين اعملوا المرحله دي. خلاص هجهز الحشوات عندي بالشكل ده، العجميه هعمل كل الكميه، الكور اللي انتوا شايفينها. طب عايزه اعمل الملبن، الملبن هقوم جايبه كده الملبن اللي عندي. تمام، هحط عليه شويه سمنه. تمام، وهبدا افرك الملبن، عايزاه يطرى خالص. تمام، يبقى انا حطيت عليه سمنه وهعجنه كده، هخليه ناعم خالص. تمام، زي ما قلت لكم مش لازم تعملوا كل الحشوات. يعني انا عن نفسي مثلا في البيت بياكلوا الساده وبياكلوا الملبن بجوز بعين الجمل، ما بيحبوش مثلا الكحك اللي بالعجوه. فانتوا زي ما انتوا حابين بعمل، زي ما بيتاكل عندي في البيت بعمل. بصوا بنعم خالص الملبن بشويه سمنه، معلقه سمنه بالشكل ده كده، مش شايفين اي حتت بقوم منعماها خالص. انا عايزاها ناعمه خالص معايا بمنتهى السهوله، مش محتاجه اي حاجه، بايدي كده بعجنها. تمام، وانا بنعم كده الملبن، عايز اقول لكم ان الكحك ده من ايام الفراعنه، يعني كانوا متعودين دايما مثلا في افراحهم ومناسباتهم والكلام ده كله، يعني هو مصري صرف، بيبقى دايما كانوا بيعملوه لما بيبقى عندهم افراح او مناسبات او اي حاجه من الاحتفالات دي او اجواء الاحتفالات بيعملوا كحك. تمام، زي ما احنا على فكره في لحد الان في ناس كتير جدا في المحافظات اول ما يبقى فيه فرح ولا خطوبه ولا عرش ايه يعملوا كحك العروسه ويعملوا الكلام ده، فهو برضو نفس القصه من ساعتها مرتبط بالافراح والمناسبات. تمام، طيب وقت بقى ايه اللي خلاه يرتبط بعيد الفطر يعني بالذات؟ يعني هما دايما بيعملوه في الاحتفالات، طب اشمعنى عيد الفطر كانوا بيعملوا فيه؟ يعني ايه اللي ربط الموضوع بعيد الفطر؟ ايام الدوله الطولانيه كانوا هما دول اللي ربطوا الكحك بعيد الفطر، ومن ساعتها الناس كلها مشيت عليه ان بقى عيد الفطر احنا بنعمل فيه الكحك والبسكوتات والحاجات بتاعت الاحتفالات اللي احنا متعودين نعملها في الافراح والكلام ده كله. ولحد دلوقتي هو مرتبط بالافراح،
يعني لو عند لو ناس لو تاخدوا بالكم لما حد بيبقى عنده مثلا حد متوفي ولا بتاع يقول لك لا انا مش هعمل كحك، لا احنا عندنا حزن، فده من مظاهر الاحتفال او اللي احنا مبسوطين او حاجه يعني فرحه، فبيمنعوها مثلا لو عندهم ظروف. طبعا ناس كتير كده يعني الناس القديمه يعني. تمام، عندي كده الملبن ناعم خالص. تمام، وهجيب حته عين جمل صحيحه كده وهقوم حطاها كده، او هحط عين الجمل صحيح في الملبن. تمام، عندكم ده وعندكم ده. زمان بقى كانوا ايام الدوله الطولانيه كانوا بيعملوا ايه، بينقشوا على الكحكايه نفسها كل واشكر، يعني دي النقشه، العباره دي كانوا دايما بينقشوها على الكحك. مش تعرفوا بس ان احنا نشكر ربنا على اي حاجه دي موجوده، يعني الناس كلها اللي هو ياكلوا كحك كانوا بيكتبوا لهم كل واشكر، فدي يعني كانت من العباره اللي دايما بيحطوها على نقشه الكحك. تمام، ممكن زي ما قلت لكم نعمل كده، او هجيب عين جمل واجرشه بايدي جرشه بسيطه خالص. نشيل دي كده عشان تبقوا شايفيني، نشيلها خالص خلاص اهي. تمام، عين الجمل اهو، بصوا بجرشه جرشه بسيطه بايدي، انا مش عايزه افرمه خالص، انا عايزاه حته كده اهو. يبقى عندكم اختيارين، يا تعملوا كده يا اما الطريقه اللي انا عاملاها. طب تقدروا تعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها، او بتحبوا عين الجمل كتير، بتحبوا عين الجمل قليل، ما بتحبوش مكسرات خالص وعايزين بالملبن، كل دي حريه شخصيه تقدروا ان انتوا تعملوها. يعني انا مش عايزه ايدكم، انا بحاول اغطي النهارده كل الاذواق، وانتوا بقى كل واحد هياخد الذوق بتاعه ويعمله. خلاص، هعجن كده عين الجمل في الملبن بالشكل ده، وهاخد كوره كوره زي ما قلت لكم، ايديكم فيها شويه زيت بتسهل عليكم الموضوع. خلاص اهي عين الجمل في الملبن بالشكل ده، زي ما قلت لكم عايزين ساده، عايزينه بعين الجمل، عايزينه بالبندق، زي ما انتم حابين اهو. بصوا الكوره اهي. تمام، هبدا برضو اعمل شويه منهم بالشكل ده كده. انا بصراحه بحب يعني اعمل بعين الجمل قوي والملبن، وبعمل شويه ساده، جزء عندي في البيت بياكل ساده وجزء بياكل ملبن وعين جمل. حلاوه الكحك كمان بصراحه ان هو الكحكايه نفسها ما بتبقاش يعني مسكره، فالناس اللي ما بتحبش الحاجات المسكره زياده يقدروا ياكلوا الكحك الساده كده من غير سكر بودره كتير، يبقى سكر بودره خفيف، وفي ناس بتاكله كده. انا بحب الكحك الساده اللي من غير اي حاجه، ده بحب اشربه مع الشاي، اكله مع شاي بلبن كده من غير اي اضافات. انا مش من محبين الحلويات قوي في الاكل، فعشان كده بحب دايما الحاجات اللي سكر خفيف، فتقدروا برضو تعملوا كده. تمام اهو، قبل بقى ما تعملوا اي حاجه زي ما بقول لكم كده، هتجيبوا الحشوه اللي انتوا هتعملوها وهتشتغلوا بيها، اهم حاجه تبقوا مجمعينها في طبق كده، تبقى الحشوه عندكم يعني خلاص موجوده، عشان ما اوسخش ايدي من البلبل وامسك الكحك، لا انا يا دوب باخد الكوره احشي. تمام، يبقى دي برضو نقطه مهمه جدا ان انا اخلص مرحله الحشوات الاول. خلصنا كده العجميه، وخلصنا كمان الملبن، ممكن ساده وممكن بالعين الجمل زي ما قلت لكم. خلاص هنشتغل في العجوه. العجوه نفس القصه، هجيب شوية من السمنة، ماشي، ممكن أحطها شوية في الميكرويف، العجوة بحتاج أحطها شوية في الميكرويف أهو بالشكل ده كده، 30 ثانية مش أكتر من كده في الميكرويف. شوية سمنة والعجوة بس كده. تمام، هغير بس الجلوفز ده كده. دنيا بسيطة وسهلة، زيلي كده هاتي كيلو دقيق واعملي كده الموضوع، هتحسي بفرحة رهيبة والله،
يعني لما تعملوا الموضوع ده في البيت الناس اللي ما بتعملهوش او لسه الناس البنات الصغيره اللي لسه متجوزين هتحسوا ان انتوا عاملين انجاز رهيب، مبسوطين قوي باللي انتوا عاملينه. فيعني اعملوا الموضوع ده واعملوا شويه كده كحك فرحوا الناس بيهم في البيت، هتتبسطوا قوي. انتوا اول ناس هتتبسطوا ان انتوا طلعتوا حاجه من ايديكم كده احلى كمان من المحلات. تمام، هجيب العجوة اشوفها كده. تمام، بصوا الميكرويف بيساعدني ان هي تطرى شوية. نفس القصة نفس الطريقة اللي انا عملتها في الملبن، هعجن شوية حتة السمنة مع العجوة لحد ما تنعم خالص عندي. اهو هدخل السمنة كده مع العجوة. طب ممكن اعمل السمنه او الملبن سوري الملبن او العجوه او الكلام ده كله بزبده؟ لا، الزبده من الحاجات اللي فيها سوائل فهتنشف لي الحاجه، هتنزل على الكحكايه. انا مش عايزه كده خالص، انا عايزه الكحكايه بتاعتي طريه وبتدوب في البق وحلوه كده زي اللي احنا بنجيبها من بره. فهي السمنه بس اللي هينفع نستخدمها النهارده. احنا كل ده ما دخلناش لسه على عجينه الكحك، وكل حاجة هنعملها في عجينة الكحك هشرح لكم أحسن حاجة تشتروها ليه إيه. تمام، هنعم خالص بالشكل ده لحد ما أتأكد إن كل السمنة اتشربت العجوة بالشكل ده كده. وبرضو هاخد كورة أهو، هاخد حتة كمان اهو بالشكل ده. بصوا اهو هاخد حته برضو اكورها، افضل اكور الكميه اللي موجوده عندي على حسب بقى الكلام ده، على حسب ما انتوا هتشتغلوا ايه. خلاص كده تمام، كده عملنا العجميه وعملنا العجوه وعملنا المنبل الساده بعين الجمل. تمام، عندكم كل الاختيارات تقدروا تشتغلوا زي ما انتوا عايزين. تمام كده، يعني احنا بالحشوات دي ينفع نعمل اربع انواع من الكحك. ينفع نعمل الكحك الساده اللي من غير ولا حشوه، ينفع نعمل الملبن الساده، ينفع نعمل الملبن بالعين الجمل، ينفع نعمل العجوه، ينفع نعمل العجميه. تمام، خمس كمان انواع بالشكل ده. انا العجوه بصراحه ما بحبلوش مكسرات، فطبعا انتوا حرين حابين، لكن انا العجوه بحس ان هي مش محتاجه مكسرات، هي عجوه لوحدها كده تمام جدا. هنيجي بقى دلوقتي للعجينه بتاعه الكحك. اول حاجه عندي السمنه تكون مبرده. طب انا قلت كيلو دقيق ونص كيلو و500 جرام من السمنه. لو انا عندي ميزان هجيب كيس دقيق واحط عليه 500 جرام من السمنه. طب لو انا ما عنديش ميزان هيبقى 2 كوبايه ونص، هيبقى كوبايتين ونص من السمنه على كيس الدقيق او على كيلو الدقيق. خلاص، طيب الدقيق اعمل ايه في الدقيق؟ نوع الدقيق المستخدم المفروض يبقى ايه؟ نوع الدقيق المستخدم انا بستخدم للكحك والبسكوتات الدقيق المخصص للكحك والبسكوتات، موجود في كل السوبر ماركت، في كل السوبر ماركت، يعني مش مثلا دلوقتي مش موجود، متوفر بسهوله جدا عند القسم بتاع الدقيق. هتلاقوا كذا نوع، انواع كتير، انا مش بتكلم على نوع معين، انا بتكلم ان في انواع كتير جدا منزله. هتلاقي دقيق بيتزا، دقيق كحك وبسكوت، دقيق جميع الاستعمالات، دقيق بتاع الكحك والبسكوت ممتاز ممتاز للكحك والبسكوت، لان هو بيبقى فيه محسنات للكحك والبسكوت، بيبقى المواصفات بتاعته مناسبه جدا للكحك والبسكوتات. فانا بشتغل بيه، بجيب كيلو من الدقيق من بتاع الكحك والبسكوتات، تمام، وبجيب كمان السمنه ليها دور مهم جدا جدا جدا. السمنه ان هي تبقى نوعها كويس دي حاجه ما فيهاش كلام، يعني يا توقع لي الكحك بتاعي يا تخلي لي الكحك في منتهى الجمال. فالسمنه الكحك سمنه، البيتي فور والحاجات دي جوده زبده، يعني دايما الدهون في الوصفات بتاعه العيد او الماده الدهونيه اللي انا بشتغل بيها اللي هي السمنه او الزبده، كل ما جودتها عالي كل ما الجودة بتاعت الكحك والبسكوتات عندي راحت في حتة تانية خالص.
تمام؟ يبقى انا عندي السمنه بتاعتي النص كيلو على الكيلو، هبدا اعمل ايه؟ هسيحها خالص، هتبقى متسيحه مش هسخنها، هسيحها خالص. وبعد ما اسيحها هحطها في الثلاجه. طب سيحتها ليه؟ انا عايزاها كده، عايزاها مبرده. بصوا شايفين؟ من العلبه بس تبقى متبرده. خلاص؟ فيها سقوعيه شويه عشان انا هضربها بالمضرب بتاع اللي انا بضرب بيه البيض، تمام؟ يعني لو ما عنديش عجان هيبقى عندي مضرب بيض هضربه، طب لو ما عنديش مضرب بيض كهرباء هشتغل بالويسك اليدوي، بس هتاخد معايا شويه وقت، هدخل بس فيها هواء كده واخليها يعني فيها هشاشه كده من جوه. خلاص؟ اول مرحله ان انا هضرب السمنه، بس قبل ما اضرب السمنه واشغل العجان، عشان احنا هنطلع فاصل واحنا بنشغل العجان عشان ما ادوشكوش بالصوت، عشان احنا هناخد وقت شويه لحد ما لون السمنه يفتح شويه. هقول لكم الدقيق هنا هنحط عليه ايه. عندي بهارات الكحك، بهارات الكحك موجوده عند اي عطار، متوفره عند كل العطاره. هتقولي له بهارات الكحك، هيديكي بتتباع بالاكياس، بتتباع بالكيلو، زي ما انت عايزه. احنا مش عايزين، احنا عايزين معلقه، فمش اكتر يعني، مش حاجه كتير، مش بكتره يعني، هو معلقه. تمام؟ طيب خلاص. طب عندي السمسم اهو، خلاص، ويكون طبعا محمص، عشان لو عندكم سمسم ابيض يبقى لازم تحمصوه، او تجيبوا المحمص جاهز وخلاص، انا بجيبه بصراحه جاهز. عندي البيكنج باودر المعلقه، وعندي الخميره هقلبها مع الميه. يبقى انا كده عملت ايه؟ الدقيق، حطيت عليه السمسم، حطيت عليه البيكنج باودر، وحطيت عليه بهار الكحك. هحط بس رشه ملح اخر حاجه، وكده هيبقى خلطت كل المكونات الجافه مع بعض، رشه ملح كده بسيطه. خلاص؟ وزي ما قلت لكم الخميره حطيتها في الميه، هقلب الخميره، ودلوقتي هاجي عند المضرب هضرب السمنه بتاعتي. هنزل السمنه كده بالشكل ده. تمام؟ تقدروا تحطوا معلقتين من السكر البودره وانتوا بتضربوا السمنه، دي برضو تركيه حلوه جدا هنعملها بعد ما نضرب السمنه. معلقتين بس سكر بودره هنضربهم مع السمنه، بس نضرب الاول السمنه ولونها يفتح شويه وبعدين هضيفها. خلاص؟ يبقى ضرب السمنه دي هنحط معاها كمان معلقتين من السكر البودره. هنضرب كده، هنفضل نضرب لحد ما لونها يتفتح ويتغير خالص. بصوا كده لونها، بصوا شايفين؟ انا عايزه اوريكم فرق، انا عايزه بس اشيل ده عشان تبقوا شايفين اهو. بصوا شايفين الفرق بتاع ده، ولا اخليه على معلقه احسن عشان تشوفوا؟ اهو بصوا، ده اللون الغامق بتاع السمنه، وده لما فتح، اخدين بالكم؟ ده لون وده لون اهو، الغامق فوق اللي لسه ما اتضربش اهو بالشكل ده، الفاتح وده الغامق اهو. بصوا فرق اللون اهو، تمام؟ واضح جدا ان هي كل ما هتتضرب هتفتح، او لون هيبقى فاتح معانا. هنطلع دلوقتي فاصل، وفي الفاصل مش هعمل حاجه خالص غير ان انا هحط معلقتين سكر بودره مع السمنه، وهسيبها تتضرب كويس جدا، وحجمها يتضاعف شويه وتدخل هواء كده وتبقى هشه جدا. مش هعمل حاجه تانيه في الفاصل غير لما ترجعوا لي، استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. في الفاصل ما عملتش حاجه غير ان انا ضربت السمنه المبرده عندي في بمضرب بيض، تمام؟ بصوا بقى شكلها بقى عامل ازاي، شايفين؟ وحطيت عليها زي ما قلت لكم معلقتين من السكر بودره، شايفين الفرق؟ بصوا انا سايبه لكم حته من السمنه في الطرف عشان اوريكم
ان هي اتحولت من اللون ده للون ده. مهم جدا يا جماعه ان احنا نمشي انا بحاول ابقى واحده واحده معاكم عشان كل التفاصيل اللي تنجح الكحك تعملوها، وكل الحاجات اللي بتبوظ الكحك او بتنشفه او بتخليه مش مظبوط، يعني كل احنا شغالين بيه واحده واحده كده، كل ما ظبطتيه كل ما هيطلع معاكي كحك بيرفكت بجد ما فيهوش غلطه. تمام، عايزه اوريكم اللون بتاع السمنه اهي، شايفين اهو، انا سايبه حته عشان اوريها لكم، اشيل لكم ده عشان تشوفوه. حاضر اهو، بصوا الفرق اهو، شايفين السمنه بقى كان لونها ايه بقت عامله ازاي، هي دي المرحله اللي انا عايزه اوصل لها. خلاص طيب، هحط كده تاني المضرب، او ممكن بقى هغير، عايزه المضرب الكف اللي هو هلم بيه. تمام، انا كده اللون تمام جدا، اهم حاجه السمنه نوعها نضيف، كل ما السمنه بقى نوعها نضيف كل ما الكحك نجح معايا. هجيب سمنه نوعها نضيف، تمام، من الحاجات السمنات الطبيعيه اللي موجوده، وفي كذا نوع من حاجات محترمه وتقدروا تشتروا بيها كحك، فحتى لو مش بتستخدموها في العادي يفضل الكحك هنجيب سمنه حلوه، يعني نعملها مظبوط ما نبقاش ماشيين كل الخطوات حلوه ونيجي نبوظ في حاجات بسيطه. وعندي هنا المكونات الجافه هقلبها مع بعض، هجيب معلقه واقلب المكونات الجافه. طب المكونات الجافه اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن كيلو دقيق مخصص للكحك والبسكوتات وبيتباع في كل السوبر ماركت الكبير، كل السوبر ماركت هتلاقيه. تمام، هنجيب كيلو من الدقيق بتاع البسكوتات والكحك، واحط معاه معلقه بيكنج باودر، واحط ريحه الكحك او بهار الكحك. تمام، انا بحب بهار الكحك اكتر من فيه بيبقى حاجات سوائل كده بتبقى ريحه السمنه البلدي والحاجات دي، انا بصراحه بفضل بهار الكحك بيبقى احلى اللي هو الباودر. تمام، عطار كويس كده، هجيب منه بهار كحك، هحط معلقه مش كتير، وهحط معلقتين من السمسم المتحمص، هاتوهم جاهز متحمص وخلاص وانتوا بتشتروا السمسم، لو عندكم اوريدي في البيت لازم تحمصوه ما ينفعش تحطوه ني. خلاص، والخميره حطيتها في كوبايه الميه وقلبتها وسبتها على جنب. طيب في المرحله دي انا عايزه اخلط بقى السمنه بالسكر بودره اللي احنا عملنا فيها هواء ولونها افتح، هخلط الدقيق. طب هحط الدقيق بالتدريج، تمام، هحط شويه دقيق واخلط. طبعا انا في البيت انا عن نفسي بلم كل الكلام ده بايدي عشان بس ما تحسوش ان لازم عندكم عجان، انا في البيت ولا مرحله من المراحل دي بعملها بالعجان، بضرب بس السمنه بمضرب البيض العادي خالص. تمام، طيب هبدا ان انا انزل واحده واحده بالدقيق، كل ما هتشربه هحط بقيه الدقيق. افتح اضيف شويه وانزل الجوانب وعجن تاني بالتدريج كده، لو انتوا بتعجنوا في البيت بايديكوا هتبداوا تدخلوا السمنه مع الدقيق والايد الثانيه تكبوا شويه. خلاص هنزل بس الاطراف كده عشان تدخل كمان هي كمان بس كده، ونبدا نخلط الدقيق مع السمنه. في المرحلة دي ينفع تتأكدوا وتخلطوا وتعجنوا كويس عشان تتأكدوا ان السمنة كلها دخلت، عشان مجرد ما هنحط سوائل مش هينفع خالص تعجنوا كتير، يعني دي نقطة مهمة. في المرحلة دي ينفع اخلط المكونات بتاعتي كويس جدا، او مهم ان انا اخلط المكونات بتاعتي كويس جدا قبل ما احط اي سوائل، لان انا مجرد ما احط سوائل مش عايز اشغل الجلوتين بتاع الدقيق وتنشف معايا، انا مش بعمل عيش انا بعمل كحك وبسكوتات،
فمش عايزة الجلوتين يبقى ناشط معايا أو عجن كتير، عكس المخبوزات خالص. في المخبوزات أنا بقعد أعجن العجينة تعجن كويس جدا جدا جدا، كل ما عجنتوها يعني أكتر كل ما نجح معاكو المخبوزات والمعجنات أكتر. الكحك عكس الكلام ده خالص، يا دوب بنلم لم. ففي المرحلة دي اتأكدوا كويس إن السمنة دخلت مع الكمية بتاعت الدقيق معاكو كويس جدا. تمام، هخلط وارجع أحط الباقي. انزل الاطراف. انا النهارده بصراحه ما حبيتش اعمل اي حاجه مع الكحك، عشان انا كنت عايزه اعمله معاكم كده بروقان، ونغطي كل النقط اللي بتنجح وبتفشل الكحك معاكم، او بتطلع كحك مش مظبوط، وايه الحاجات اللي لو مشيتوا عليها انا متاكده ان انتوا هتقولوا لي احنا عملنا الكحك بالطريقه دي وطلع رائع. هنخلط بقى كويس جدا الدقيق مع السمنه. ننزل الجناب العجينة عشان أتأكد إن دي نزل. ماشي، هخلط وكل شوية هعمل كده وارجع أخلط تاني. تمام، بصوا أنا بنزل الأطراف بتاعة العجينة. بصوا أنا عايزة أوريها لكم، هشيل كده ده عشان عايزه اوريه لكم بره عامل ازاي. بصوا انا ممكن اكمل بايدي، انا في المرحله دي بدخل السمنه الدقيق. خلاص، انا في البيت زي ما قلت لكم فعلا والله مش بعمل بالعجان، انا بعمل المرحله دي بايدي كده. تمام، انا دلوقتي بدخل كل السمنه الدقيق في الدقيق. تمام اهو، زي ما قلت لكم مهم ان انتوا في المرحله دي تتأكدوا ان ما عندكوش دقيق مش مختلط بالسمنة، عشان بعد كده مش هنعرف نخلط كتير. مجرد ما هنحط السوائل مش هنعرف نخلط كتير. الريحة بجد بجد فظيعة، ريحة السمنة. مستخدمين سمنة بلدي احنا، ريحة السمنة مع البهار الكحك والحاجات دي مخلية الطعم من قبل حتى ما يدخل النار فظيع بجد. تمام، طيب دلوقتي هنجيب السوائل اللي عندي انا اهو. بصوا ده بالشكل ده، العجينه بقت عندي بالشكل ده لسه طبعا. بصوا الميه هتمسكها شويه. خلاص، طيب هجيب بقى الميه عندي. في ناس بتحط لبن ما بتحطش ميه، انا بصراحه بحب احط ميه اكتر من اللبن، انا بحس اللبن شويه شويه بينشف. تمام، تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه، انا عن نفسي بحب بالميه عادي خالص. خلاص، طيب هبدا ان انا انزل. عندي من كوبايه الا ربع الكوبايه دوبه فيهم الخميره، وهشوف هحتاج قد ايه. خلاص، على حسب برضو نوع الدقيق اللي احنا بنشتغل بيه. هشغل واحط الميه بالتدريج. زي ما قلت لكم في المرحله دي انا مش عايزه عجن كتير، انا عايزه الم العجينه عندي، مش عايزه اعجن كتير. مجرد ما حطيت السوائل انا مجرد لم، مش عايزه اعجن خالص. اهو بوريكم بس ايه، ان انا بحط الميه بالتدريج، ما ينفعش تحطوا كميه الميه كلها، لان هي هتاخد في انواع دي ممكن تاخد معاك كوبايه الا ربع، وفي انواع دي هتاخد كوبايه. خلاص انا خلطتهم مع بعض، هاخد بس هعمل ضربه كده وتبقى تمام. تمام،
تمام كده اشوف كده تمام ولا ايه. هطلع كده احط لكم الدنيا هنا عشان تبقوا شايفين كل حاجه بوضوح. تمام العجينه عندي اهي لسه فيها سوائل في الاطراف ما كانش واصله لل كانتش واصله. هجيب بوله افضلكم فيها اوريها لكم. تمام اهو هنزل بالعجينه كده. انا مش بسيبها تخمر، انا يا دوب بس مجرد 10 دقائق بسيبها ترتاح 10 دقائق اهو. اتاكد بس ان الميه كلها دخلت وتمام جدا. طب اعرف ازاي ان كده العجين عندي تمام ولا لا؟ بصوا هبدا امسك حته كده بالشكل ده واكورها كده تمام. بصوا ناعمه تماما معايا. طب لو انا حسيت ان هي شققت هضيف لها معلقتين. انا بقول لكم كل الحاجات اللي انتوا بتعملوها وممكن تبوظ معاكم فيها. لو انا حسيت ان هي شققت هضيف لها معلقتين من السمنه وهقلبهم بيها خلاص. طب لو انا حسيت ان هي لسه يعني انا تمام كده الكوبايه الا ربع مش محتاجه اكتر من كده ميه. بصوا اهو الكوره بتاعتي ناعمه مش بتشقق، شايفين بدوس عليها مش بتشقق. انا كده سمنتي مظبوطه، العجنه عندي مظبوطه جدا خلاص. هسيبها ترتاح 10 دقائق وبعدين اشتغل بيها. لو حابين تطلعوا فاصل ممكن نعمل كده، بس قبل الفاصل هوريكم ان انا هاخد هاخد كده حته من الكحك من عجينه الكحك. طبعا هتسيبوها زي ما اتفقنا 10 دقائق ترتاح وافتحها كده. تمام واحط فيها عين الجمل اي حشوه احنا عاملينها اهي الشكل ده اهو. تمام واقفل عليها واكور انعمها خالص خلاص. وهيبقى عندي صاج فرن وابدا ان انا احط عليه الكحكايه بتاعتي. وعندي بقى البصامه بتاعت الكحك دي بنزل بس يا دوب عليها بالشكل ده اهو. بقت عندي الكحكايه زي الفل زي ما انتم شايفين خلاص. هدخله الفرن على ايه هقول لكم بقى بعد الفاصل، هنكمل مع بعض استنوا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وجينا عند اهم مرحله من المراحل اللي عملنا كل ده ومش عايزين بقى نبوظ الدنيا على الاخر، التسويه. التسويه يا جماعه 50 او 60% من الموضوع في التسويه. فمش عايزين نبقى عاملين كل حاجه مظبوطه ونيجي عند التسويه نبوظ الدنيا. التسويه هتعملي الفرن يكون عالي تمام، وهيبقى الاول مثلا على مثلا 200 او حاجه كده. هتقومي مسخناه كويس يبقى الفرن متسخن من قبليها، لو في مروحه يفضل هشغل الفرن من تحت بس مش من تحت ومن فوق في الاول. لو يعني على حسب برضو الفرن بتاعكم هقول لكم كل الاحتمالات تقدروا تتعاملوا فيها ازاي. وبعد كده بعد ما اشغل الفرن من تحت هقوم حاطه الكحك بتاعي حوالي هيقعد من 12 ل 15 دقيقه على حسب الحجم على حسب نوع الفرن بتاعك او تسويتك تمام. بعد كده هقوم جايبه عندي يعني هسيبه يستوي. امتى اقدر اطلعه؟ اول ما لونه يتغير من تحت يبقى هيدخل على الاشقر هطلعه، هيبقى طري جدا. اوعوا تمسكوه يعني ما ينفعش تختبروا الكحك تقوموا عاملين كده هيتفرفت معاكم لان كله سمنه، فالسمنه دي كلها هتسيحه فلازم يبرد، ما ينفعش اتعامل معاه خالص وهو سخن. بس امتى اطلعه؟ لما ابص كده باي حاجه اختبره من تحت يبقى لونه ذهبي اشقر كده مش بني مش غامق. انا مش عايزه انشف الكحكايه، فدي نقطه مهمه قوي والنبي في التسويه تاخدوا بالكم منها. اول ما لونه هيبقى اشقر من تحت هطلع الكحك على طول بتاعي تمام. حتى هو من فوق مش المفترض ان هو ياخد لون، يعني انا مش عايزه ادي الكحكايه من فوق لون، انا مش عايزاها بقسماط، انا مش عايزه بسكوت، انا عايزه كحكايه ناعمه حلوه طعم السمنه فيها يجنن.
فهو ده اللي احنا هنعمله. اول ما تاخد لون اشقر من تحت هنبدا نطلعها تهدى شويه وتبرد، وبعدين اقوم حطها في السكر البودره. ما ينفعش تحطوها في السكر البودره وهي سخنه، دي نقطه برضو مهمه جدا، تاخدوا بالكم من الموضوع ده. السكر البودره لازم يبقى الكحك عندي برد، تمام؟ ورصوها بقى براحتكم. عندي هنا البصامه بجيبها من اي محل بتاع يعني مستلزمات حلواني، او اهي متوفره في اي حته واسعارها رخيصه قوي، او لو عندي المكنه دي برضو اسعارها على فكره رخيصه جدا وبتبقى حلوه قوي معايا في المعمول والبتاع. الوش ده بيتغير في اشكال كتير جدا اهو، تمام. بحط الكحكايه كده وبقوم نازله بيها بالشكل ده اهي، شايفين من فوق هتبان معاكم اكتر. خلاص بيبقى ليها اشكال كتير جدا، فتقدروا تشتغلوا بده وتقدروا تشتغلوا بده، اللي انتوا عايزينه تقدروا تعملوه. خلاص انا بحب بصراحه الكحك اعمله بالبصامه، لكن بحب المعمول اعمله بالقطعات دي. شايفين شكلها عامله ازاي؟ حلو قوي من فوق. تقدروا ان انتوا تنوعوا الشكل بتاعها وتعملوه زي ما انتوا حابين، تمام. انا معلش عايزه اوريكم بس شكل الكحكايه الاخيره دي بالبصامه اللي هي الثانيه، او المكنه البلاستيك اللي احنا بنجيبها متوفره في اي حته. الوشوش دي بتتغير، بنجيب اي شكل اهي، شايفين اهو. نقدر بقى بصوا الوشوش دي بتاعتها نقدر نركب اي شكل احنا حابينه لحد ما نرتاح للشكل اللي احنا حابينه. خلاص عندكم الاختيار ده وعندكم الاختيار ده. اعتقد انا النهارده قلت لكم كل التفاصيل من الالف للياء، يعني ما ينفعش تعملوا الكحك ويبقى في حاجه. ابعتوا لي بقى الصور، لان احنا هنعمل حلقه مخصوص عن يعني جزء من الحلقه مخصوص عن التطبيقات بتاعه العيد كله ككحك وبسكوت والكلام ده كله. هستاذنكم تبعتوا لي كل التطبيقات اللي انتوا نفذتوا بيها الكحك، قولوا لي ايه رايكم. انا واثقه 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 ان هو هيعجبكم جدا جدا جدا. احنا معانا وقت ولا خلصنا؟ طيب شوفكوا انا كنت هعيد لكم تاني عملنا ايه، بس انا النهارده شرحت بالتفصيل، فاعتقد انتوا مش هتبقوا محتاجين اي معلومه ما قلناهاش النهارده، او في اي حاجه ما غطيناهاش النهارده في حلقه الكحك بالحشوات. ان شاء الله اشوفكم بكره في يوم جديد وحلقه جديده، وهنكمل يومين الجايين حلقات العيد مع بعض. استنوني.